ما رأيكم بحياة بلا ألم؟ ربما هي أمنية صعبة المنال لكثير من المرضى وأصحاب الأوجاع، لكنها أمر موجود فعلاً. فهل أصحاب هذه الميزة يعيشون حقاً حياة أفضل من حياة المتألمين؟ تعالوا معنا لنتعرف على قصة جديدة من عالم غريب. هذه أشلين، مراهقة أمريكية لا تختلف عن غيرها من أبناء جيلها، سوى أنها لا تشعر بأي ألم جسدي مهما كانت الإصابة خطرة. تعاني أشلين من اضطراب وراثي يدعى عدم الإحساس الخلقي بالألم، أو ما يعرف اختصاراً بCIPA، وهو اضطراب نادر جداً يجعل أصحابه عديمي الإحساس بالآلام. I can feel dull and sharp, hot and cold. I can't feel extreme hot or extreme cold. رغم أن إدراكهم الحسي طبيعي جداً بالنسبة للمس والشعور بالضغط والحرارة والبرودة وغيرها، إلا أن المصابين بهذا المرض يستطيعون مثلاً وضع أيديهم في الماء المغلي أو الخضوع لعملية جراحية دون الشعور بأي انزعاج على الإطلاق. I can feel pressure, touch, texture, but like in different levels of pain. I can't feel it like if I got poked with a fork or stabbed with a knife. It didn't really. يعد مرض عدم الإحساس الخلقي بالألم من الأمراض التي تهدد حياة المريض، فقد تتراكم الجروح والكدمات والحروق وكسور العظام دون اكتشافها حتى، فيما يتوفى معظم من يعاني من هذا المرض قبل مرحلة البلوغ، حيث يعرض الأطفال المصابون أنفسهم لسلوك مدمر ذاتياً. يعود سبب شعورنا بالألم إلى نشاط البروتينات على سطح الخلايا العصبية التي تنتشر في جميع أنحاء الجسم. هناك 6 أنواع من خلايا الألم العصبية، عندما تنشط من خلال المحفزات ترسل إشارة إلى النخاع الشوكي حيث الجهاز العصبي المركزي، وتدرك على شكل ألم. أما اضطراب CIPA فينتج عن حدوث طفرات جينية نادرة جداً، ويعاني منه بضعة مئات فقط حول العالم. تشير الإحصاءات إلى أن سكان العالم يستهلكون 14 مليار جرعة من مسكنات الألم يومياً. أحياناً قد نصرخ أو نبكي من شدة الألم نتيجة مرض أو إصابة ما، وربما نتمنى أن تكون لنا قدرة خارقة على عدم الشعور بالآلام. لكن رغم كل ذلك، يرى أصحاب اضطراب CIPA بأن تلك الأوجاع نعمة حقيقية لأصحابها، فهي آلية تحذير طبيعية للإنسان تنبهه إلى حجم ومستوى الخطر الذي يواجهه جسده، ومن خلالها يستطيع إيقافه ومنع تطوره والحفاظ على جسده صحياً ومعافى. Pain's there for a reason. You know, it's there as an alarm system. You know, your body tells you something's wrong. It tells you when to stop. It tells you so many things. شاركونا آراءكم، هل الشعور بالألم نعمة أم نقمة؟